ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين، وعام دراسة سعيد عليكم كلكم يا رب. وان شاء الله ربنا يوفق كل ولادنا وينجحهم ويحفظهم. فايه، احنا لسه صاحيين كده. اول حاجة اول ما بنصحى، يعني انا بعمل بدفي اللبن، بدفيه مش بسخنه قوي، بدفيه بس حاجة بسيطة ونحطه يلا عشان نفطروا بيه. بصوا حبايبي، انا بحب كده افطرهم لبن بس، هو يشربوا اللبن بس، ما بيشربوا يعني ما بيفطروش، هو لبن بس. بصوا حبايبي، انا بحب افطرهم كده لبن بس بالعسل. دي بتاعت عسل انا جايباها من السوبر ماركت، سهله قوي، سهله الفتح، جميله، اسمها جنه. شوفوا سهلة جدا يعني، ولادي اصلا مش بيحبوا العسل كتير. هما مش هيفطروا الكيكة، الكيكة دي انا جايباها عشان احطها لهم في الشنط بتاعتي. بصوا حبايبي، انا بعمل السندوتشات بتاعتهم، انا مش ما بعملش انا همبرجر وبيتزات وحاجات من دي، هو جبن حاجات بس، لانشون كده، ما بعملش انا حاجات تانية بصراحة. فايه، دي جبنة نستون، انا قلت لكم عليها قبل كده، جبنة كيري، احنا بنسميها كيري بس هي نستون سايحة، يعني جبنة مثلثات كده بس هي بتتباع ايه في البرطمان. انا ولادي بيحبوها على فوقها جبنة رومي، يعني كده طبقة منها وفوقها على طول جبنة رومي. والله كل واحدة بقى عارفة ولادها بيحبوا ايه، انا بس دي مجرد ايه افكار يعني. اديهم مش يبقى خارج من الساندوتش، انا كده ده واحد مثلا اهو، واحد تاني ممكن نعمله بجبنه بيضه كده وخيار. انا عندي نادين بس في المشتريات، جميله جدا بجد، جميله جدا، المفروض افضيها في طبق يعني، بس هو ايه واحد كسل يفضيها في طبق بصراحه. يلا يا امير، اهو ادي جبنه بيضه. بصوا بقى، اهو جبنه بنحط عليه مثلا شريحه خيار، احنا بنحبها قوي كده، جبنه بخيار بيحبوها جدا. نادين بتموت في السندوتش ده. امير بقى الوحيد عندي المختلف يعني، اللي بيحب اللانشون، مع ان محدش في البيت كله بيحبه غير امير. فين اللانشون؟ وما بيجيبوش كتير يعني، بس هو ايه بيفضل بقى يزن، عايز لانشون عايز لانشون. فعندنا اهو ادي كده لانشون، عندي ايه يعني كذا فكره انك تعملي بيهم اي سندوتش، هي دي افكار بسيطه يعني. بس اهو يعني انت اهو، انا اهو دي اللي انا هعمله لهم النهارده. يلا بينا نكمل بقى السندوتش ده. بقى اللانش بوكس اللي الناس كلها عاملين فيديوهات، اللانش بوكس اللانش بوكس، هو عادي يا جماعه، عادي بنحط لهم اي سندوتش وخلاص. هما مش مهاجرين يعني، ومش هياكلوا غير الفطار، ما علينا. المهم يعني اهو ده اللانش بوكس بتاع نانو، انا بحب اللانش بوكس ده جدا، لانه بصوا يعني ايه مفيد كده. عندي انا كنت جايبه لها ده في الاول، انا كنت جايبه لها ده في الاول اللي هو اطباق كده مع بعضه، بس ايه لا، لقيت اللي تحت احلى، فانا اقنعت نادين مؤخرا ان انا احط لها سندوتشات ده، رغم ان هي مش مقتنعه، بس مش مشكله. المهم يعني نعمل ده اهو، ده جبنه بخيار لنانو، وعايزه لانشون. بصوا انا عايزه احط لها العصير بتاعها اول. بصوا العصير بتاعها، انا
وده رومي. انا ليه بزود يعني؟ ممكن برضو حد من اصحابها ما اخد سندوتش بدلت كده يعني، فهي دايما بتاكل هي واصحابها. اهو عملناهم سندوتشات من تحت والعصير جنبه، خلاص الحمد لله. هنا بقى نحط لها ايه؟ بصوا يا جماعه، انا عملت الكيك ده في فيديو هبقى اوريه لكم. ده تايجر كيك، يعني هو من جوه تايجر كده، من جوه بيبقى متشبح كده، كيكه شوكولاته على فانيليا. بصوا حبايبي الكيكه بتبقى شكلها عامله ازاي، شوفوا بتبقى من جوه. انا ايه احنا وانا يعني قطع كده قلت اقطعها لكم. كيكه حجمها صغير احسن وانضف من الكيكه اللي بنجيبها من بره 100 مره. فايه كل مره الناس تقول لي اعمليه من ورا، ايوه اعمله من ورا. معلش معلش اهو. انا قلت لكم في فيديو المشتريات، العلب دي تقريبا بخمسة جنيه، جايبة 15 واحدة بخمسة جنيه، فهم حلوين جدا وعمليين جدا. مش عارفة ايه، عشان الكيكة كمان عالية قوي فما بتقفلش حلو. اهو حطها لها هنا. هنا بقى نحط لها ايه؟ هاتي الشوكولاتة يا نانا. دي شوكولاتة كابوري، هاتي الشيبسي شوكولاتة كابوري كده. انا قلت لكم الكيس ده، الكيس ده فيه تقريبا ما فيه، مش انا قلت لكم 12 بس هو اكتر من 12. ده كيس كده يعني زغنطوطة مش كبيرة. حطها له مرة تانية بقى، بحط لها نوع تاني. بصوا نانو بقى انا بفضلها الشيبسي بتاعها في العلبة دي، مش بيطرى ومش بيحصل له اي حاجة. بصوا اهو، بصوا الشيبسي، وهنا الشوكولاتة بتاعتها، عندك بقى كراميل، عندك اي حاجة حطها لها. وهنا الكيكة، وتحت السندوتشات والعصير، مفيش احلى من كده. انا ما بدهمش مصروف اصلا، مش بياخدوا حاجة غير ده، بقى فيه كل حاجة فيهم، الشيبسي والعصير والبسكوت، اظن مش محتاجين هم يشتروا حاجة من بره اصلا. فايه ده اللانش بوكس، ده فكر اللانش بوكس كده اللي انت عايز تعمله. وبرده اللانش بوكس بتاعنا دي مش معترضه ان هي تاخد لانش بوكس، وانا كبرت يا ماما، وانا مش عارفه كبرت فين دي. ايوه يعني عشان هي في ثانيه ثانوي، مش مشكله يعني، ولا في ثانوي ما ياكلش تفطريش. بصي ده طويل قوي، حطي ده هنا. انت عايزه مش عايزه لانش من انت صح؟ يعني انت عايزه 2 جنيه بخيار؟ كله جنيه بخيار؟ كله جنيه بخيار؟ فيش رومي؟ انا حطيت لك رومي، حطيت لك 2 جبنه بيضة وخيار وواحد روم اهو. انزل بقى اهو، واحط لك الطبق اللي فوقه برضو. احط لك فيه ايه بقى انتي؟ خيار عايزه؟ في خيار المفروض بقى لو في موز يعني، بس انا بصراحه ما عنديش موز. المفروض لو في موز، بس انا حطيتلك شرايح خيار كده صغنطوطه، شوفي صغنطوطه صغنطوطه ازاي. والشوكولاته بتاعتك اهو، هنا الشوكولاته بتاعتك تقريبا. ملكيش شوكولاته يا نادين؟ ادي الشوكولاته بتاعتك يا نادين. والكيكه بتاعتك فين؟ اه الكيكه بتاعت نادين اهي. فين الورق بتاع الكيك؟ الغطا، الغطا اهو. انا بقى بحب اعمله بالناحيه دي، كل اللي هيكلمني يقول لي بالقفل، تحس ان العلبه شكلها حلو وهي بالناحيه دي. طبعا هي بصوا طبعا هي العلبه بتاعتك مش هتقفل اصلا، فمش مهم نشيل الكيكه دي بره خالص ونقفلها لك كده. حلوه قوي يا هادي، والله انت تحمدي ربنا على هذه النعمه صح؟ نعمة زي الفل. حط لك شيبسي، حط لها شيبسي، هيصي يا نادين، هيصي يا نادين. كأنك رايحة الحضانة بالظبط. ثانوي 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 يعني خلاص، في ثانوي ما بياكلش، حتى العلبة بتاعتك ما بتقفلش. ايه اللي حصل؟ لا لا، وادي علبة نادين
خلصنا كده نادين. طبعا امير ابني استحاله استحاله ياخد لانش بوكس، امير في ثالثه اعدادي يا جماعه. فايه امير هنعمل له ايه بقى؟ اهو استحاله طبعا امير ياخد لانش بوكس، ده حاجه من ربع المستحيلات، لان لو اخد لانش بوكس ممكن اصحابه يرفعوا عليه قضيه. طب ليه يا ابني كده؟ طب ما بلاش بقى، ما دام مش عايز لانش بوكس بلاش شوكولاته وبلاش الجو ده طبعا، ولا عايز اي حاجه ولا شيبسي ولا اي حاجه غير الشوكولاته دي. ودي ليا انا، هات الشيبسي بتاعك كده، مش هحطه لك عشان الدور. ولا حتى في حلوك الشيبسي بتاعه وامير بقى ده حاجه امير، السندوتشات والشيبسي بتاعه. خلصنا كده حفله الفطار، يلا بقى ننضف الشنط بتاعتنا. استنوا لسه يا امير، نسيت احط لك الكيكه بتاعتك عشان ما يقولوش بس ان انت ما اديتيش لامير كيك، يعني الا امير ما ادوش الكيك بتاعه ازاي؟ حطوا له بقى، حطوا له كده. خلصنا الحفله بتاعت السندوتشات، نخش. قبل ما نخلص حفلة السندوتشات لقينا في أستاذ علي صحة، فمضطرين إن احنا نعمل له سندوتشات. فإيه بقى علي مختلف، علي يختلف عن الآخرون. علي عايز يفطر إيه بقى؟ خد العصير بتاعه. علي عايز يفطر إيه طبعًا؟ هو مش عايز، أنا قررت أفطره إيه؟ دي قشطة، قشطة بلدي، قشطة مش كريم، مش دبل كريم، لأ قشطة، قشطة عادية خالص. علي بقى يفطر قشطة كده أهو. ونحط على القشطه ايه بقى؟ نحط على القشطه عسل، هو ما بيحبش العسل الكتير. بس مين بقى بيحب السندوتش ده؟ ايه مين بيحب السندوتش ده؟ اللي بيحب السندوتش ده يكتب لي في الكومنتات، قولي لبابا صباح العسل. ما هو اعملوه ده مع الشاي، قولوا انا بعت لك واحد جبنه وخيار، انا بعت لك واحد جبنه وخيار يا علي، كده التاني يا جماعه، بصوا كده التاني عشان تبقوا شايفين، عشان اقول انا ما خدتش غير واحد بس. بصوا حبايبي بقى، دي الشنطه بتاعت نانو، بصوا شنطه نانو، احط لها هنا اول حاجه في السكه الاولانيه اللانش بوكس بتاعها، واللانش بوكس تقيل كده يا نانو، ومقلمه نانو. السلام عليكم، مقلمه نانو، مقلمة نانو. انتي يا بنتي بارية بارية فيها، بارية بارية القلم فيها، شوف. دي حاجة نانو اهو، هنحطها لها بقى في الصوصة التانية كده. انت حاطه الكراريس هنا، وعمالنا ان شاء الله دلوقتي تستلم الكتب، هي بيستلموها اول يوم المدرسه، تستلم الكتب بقى نحطها في السوسته الاخيره. بس علبه المناديل بتاعتنا نانو فين؟ المناديل نحط لها علبه، انا بجيب لها مناديل من العاديه خالص، مش التانيه. علبه المناديل مع لانش بوكس، ودست المايه بتاعتك هاتيها، ما خدش دستور سمسمية بتاعتها اهو. بس عسل، ربنا ينجحها يا رب وينجح كل ولادكم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بقى. سرحنا له كده بقى، نعمل لها التوك البيضه دي. فين التوك البيضه يا بنتي؟ هاتي بقى نعمل لها قطه، نعملها باي باي. شفت نانو قمر بقى ازاي؟ يا خلاص يا الحلاوه يا ناس، وين الكوتش بتاعك كده؟ وين الكوتش بتاعك طيب؟ قمر يا ناس، قمر يا ناس، نانو راحه تالته ابتدائي يا جماعه، خلاص بقت كبيره خالص اهي وراحه تالته ابتدائي. يلا قولي لهم باي باي. نوران، دي اسمها نوران، ارجع لورا شويه.
دي اسمها نوران وراحه ثالثه ابتدائي وزهقانه ان هي بتتصور. طبعا هي وامير مش طايقين ان هم يتصوروا اساسا، بس مش مشكله. يلا اقول لهم باي باي. لا باي بايدك مش باي بس ببقك. بصوا بقى حبايبي، ده امير اللي بيسالني انت معاكيش اولاد. لا انا معايا امير رايح ثالثه اعدادي اهو، ان شاء الله ربنا يحميه. قمر كده ازاي يا ناس؟ قمر ازاي قمر؟ يلا بقى ادعوا له ربنا يوفقه وينجحه. ورايح ثالثه اعدادي، هو مش رايح، هو خلاص اوريدي بقى في ثالثه اعدادي. يلا باي باي. خلاص الحمد لله خلصنا نادين كده، خلصناهم كلهم. يلا باي باي نادين. باي باي. لا اله الا الله. مع خلاص خلصنا الحمد لله، وخلصنا كل الحاجات اللي ورانا، وديناهم بقى المدرسه، وربنا ينجح كل الاطفال وكل الاولاد. ربنا ينجحهم يا رب يا رب يا رب، ويقف جنبهم يحفظهم ويحميهم. وبس تعالوا بقى افطروا معايا. انا عملت ليا سندوتش جبنه بالخيار، وعملت كابتشينو عشان نفطر، عشان انا تعبت النهارده وصحيين من بدري بقى، والمدارس ودينا وجبنه وكده. يلا ربنا يا رب يعين كل ام. ويلا ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه. طبعا ما فيش في اي افاده، عادي زي اي ام مصريه، يعني كل الامهات عملوا اللي انا عملته النهارده. لا لا بس في امهات شطوره بقى بيقوموا من بدري اكتر. والله انا صاحيه الساعه يعني ما فيش 6 الا ربع، وبيعملوا بقى حاجات غريبه كده في اللانش بوكس وكده. لكن انا يعني جبنه بقى وخيار، وساعات على فكره بحط لهم والله فول وطعميه، يعني مش عيب، عادي يعني. المهم يلا بقى ايه، اسيبكم، وكل سنه وانتم طيبين، وعام سعيد عليكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعينكم يا رب.